ندوز واحد دائما في في وقت الوليدات دونك واحد الكوكيز براونيز دونك لي كوكيز ولكن يعني بطريقه البراونيز يعني كيجي مقرمش او ميم طون معلك من الداخل. عندنا في المقادير جوج بيضات، عندنا 40 غرام ديال الزبده، عندنا 180 غرام ديال الشوكولا اسود دائما نوع جيد، 100 غرام ديال السكر، واحد ساشي ديال السكر فانيلا، عندنا واحد ساشي ديال القهوه سريعه الذوبان كتبقى اختياريه المبسيطه ديالها يعني باش ما يجيش داك لوغو القهوه زعما وليداتها ما كيبغوش تقدر ما تجيبهاش. عندنا 75 غرام ديال الدقيق، عندنا 100 غرام ديال الحبيبات ديال الشوكولا دوك لي بيبي شوكولا، وفي التزيين غنحتاجو شويه ديال هاد الحبيبات الشوكولا اولا دوك الحبيبات الشوكولا الملونه اللي كيكونوا ملونين بالالوان هما من الداخل ديالهم شوكولا. دونك الطريقه كندوبو الشكلاط مع الزبده مزيان عرفتي كيدوب في بان ماري في حمام مريم دونك كندوبوه ومن بعد كنخلطوه مزيان وكنزيدو ديك الساشيه ديال القهوه الا كنا درناها دونك كنزيدو على داك الشكلاط مع الزبده وكنحركو مزيان فنخليو هاد الخليط يبرد. كنشعلو الفران على 180 درجه وكنجيو كناخذو البيض ديالنا دوك جوج بيضات كنضربوهم مزيان تقريبا واحد سته ديال الدقائق كنضربوهم مع السكر ومع السكر الفاني حتى كيضرب لينا مزيان. من بعد كنزيدو عليه داك الخليط ديال الشكلاط يكون برد كنزيدو كنحركو وكنزيدو داك الدقائق اللي عندنا وكنزيدو دوك الحبيبات ديال الشوكولا وكنخلطو مزيان فكناخذو لاطا ديال الفران كنديرو فيها داك الورق ديال الطهي وكناخذوا تقريبا جوج معلقات صغار من داك الخليط نحطوهم كنبعدو شي شويه باسكو داك غيتحل شويه يعني سيده بغاتهم يجيوها صغار تقدر دير معلقه صغيره بغاتهم يجيو شويه كبار كدير جوج معلقات صغار فعلا واخا دونك وفوق منهم كان اما كنرش دوك الحبيبات ديال الشوكولا اولا دوك الشوكولا الملونين الله يعطيك الصحه الله يبارك فيك صافي كندخلهم الفران 10 دقائق ياخذش طيب بزاف عشر دقائق كيبدا يبان لينا كيتشقق يعني داك الشكل ديال البراونيز كيتشقق صافي كنخرجوه اون فوا كنخرجوه كنهزوه بالورق ديالو منحيدو من هذيك اللاطه ديال الفران نهزو بالورق ديالو حتى فوق شي بلاطو باش يبرد ما كنحيدوهمش من الورق حتى كيبردو مزيان صافي وكنقدمو كيجي هائل زعما كيجي مقرمش من برا ومن الداخل معلك انا كنديرو لوليداتي كيعجبهم بزاف يعني المذاق ديال الكوكيز هو الشكل ديال البراونيز يعطيك الصحه الله يبارك فيك